منظومة التعليم عن بعد بمدارس الجامعة الأهلية بالخرج المرحلة المتوسطة. يسعدها أن تقدم لكم مادة التفسير للصف الثالث المتوسط للأستاذ عمر عبد العزيز. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أبنائي الطلاب في صف ثالث متوسط بمدارس الجامعة الأهلية. لا زال الحديث متواصلا في مادة التفسير في تفسير سورة الأنبياء، ودرس اليوم سيكون بمشيئة الله تعالى تفسير سورة الأنبياء من الآية رقم 68 إلى الآية رقم 73. في البداية، أهداف الدرس. أهداف الدرس أبناء الطلاب بمعنى النقاط التي سيكون درسنا قائما عليها، وينبغي على كل طالب في نهاية هذا الدرس أن يكون فاهما لها وواعيا لها تمام الوعي. يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يكون قادرا على: أولا، يبين معاني الكلمات الغريبة. ثانيا، يفسر الآيات من الآية رقم 68 إلى الآية رقم 76 من سورة الأنبياء تفسيرا سليما. ثالثا، يستنتج الفوائد والعبر من دعوة إبراهيم عليه السلام للتوحيد. رابعا، يستشعر حفظ الله تعالى للداعي إلى توحيده. بداية، لما قامت الحجة لإبراهيم عليه السلام على قومه، وهذا كما أخذناه في الدروس السابقة في قصة سيدنا إبراهيم الواردة معنا في سورة الأنبياء، وكنا قد توقفنا عند إقامة سيدنا إبراهيم الحجة على قومه عندما كسر الأصنام وترك كبيرهم، وعندما أقاموا له محاكمة وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ كما حكى القرآن. قال لهم سيدنا إبراهيم: لم أفعله، بل فعله كبيرهم هذا. وأراد بذلك أن يحيلهم وأن يدلهم أن يعملوا عقولهم ويفكروا. وبالفعل قال قومه ورجعوا إلى أنفسهم وقالوا واتهموا أنفسهم بالظلم أن هذه الآلهة لا تنطق. ثم بعد ذلك عدلوا إلى استعمال سلطانهم وقوتهم، وهذا شباب دائما منهج أهل الباطل. فأهل الباطل لا حجة لديهم، وهذا الأمر ليس قوم سيدنا إبراهيم فقط، وإنما قديما وحديثا وفي عصرنا هذا وإلى قيام الساعة. فأهل الباطل لا حجة ولا دليل ولا عقل ولا منطق عندهم، وإذا أقام عليهم أهل الحق الحجة، بعضهم من أراد الله عز وجل له الهداية يسلم ويؤمن بهذا الحق، والباقي يكابر، ثم لا يكون في وسعه إلا أن يؤذي أهل الحق ويستغل قوته وسلطانه وغير ذلك لإيذائهم. عزموا على إحراق سيدنا إبراهيم عليه السلام بالنار. قوم سيدنا إبراهيم لما أقيمت الحجة عليهم لم يجدوا أمرا للدفاع عن آلهتهم الباطلة وغير ذلك، إلا أنهم يلحقوا الأذى بسيدنا إبراهيم، وهذا كما قلنا منهج أهل الباطل قديما وحديثا. فلا حجة لهم ولا عقل عندهم ولا فهم، ولكنه تعالى سلم نبيه، أي لكن الله عز وجل سلم نبيه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ونجاه من كيدهم ومكرهم، وهكذا الصالحون. فالله عز وجل لا يتركهم ولا
يجعل أهل الباطل لهم عليهم سلطان إلا بما أراد الله عز وجل لهم، كما حكى الله تعالى ذلك في الآيات التالية. نستمع للآيات ثم نبدأ في شرح الدرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. نبدأ أولا بمعاني الكلمات. قوله تعالى نافلة، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي النافلة هي الفضل والزيادة، ومنه صلاة النافلة أي الزائدة عن الفريضة وهي السنن. يبقى كلمة نافلة معنى هي بمعنى الفضل والزيادة. أئمة، وجعلنا في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة أي قدوة في الخير، وهذا معنى شامل يا شباب، فليس المقصود بالأئمة أئمة مساجد فقط أو إمام الذي يخطب، لا، أئمة هو القائد في الخير أيا كان هذا الخير. تفسير وفوائد الآيات. قال الله عز وجل على لسان قوم سيدنا إبراهيم: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. تخيل بعدما أقام سيدنا إبراهيم الحج عليهم ماذا فعل قومه؟ قالوا حرقوه. وهكذا أهل الباطل دائما يا شباب يلحقون الأذى بأهل الحق. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم ناصرين لهذه الآلهة. وإذا كانوا هم يريدون أن يحرقوا سيدنا إبراهيم نصرة لآلهتهم الباطلة، فإن الله عز وجل لا يترك أولياء ولا أنبياء ولا الداعين إلى توحيده، وإنما يكون معهم بسمعه وبصره بتسديده لهم بتوفيقه لهم بإعانته لهم بنصرتهم جل وعلا. قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هنا يا شباب بعدما قرروا في محاكمتهم الظالمة أن يلقوا سيدنا إبراهيم في النار، نادوا على القوم وأضرموا نارا عظيمة، عزموا على ذلك وأضرموا وجمعوا حطب كثيرا جدا، حتى قيل أن اللهب الذي يخرج من النار كان يصيب الطير في السماء، فلك أن تتخيل شدة هذه النار وقوتها. وكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد نار قط مثلها. وجعلوا سيدنا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق. المنجنيق ما هو؟ كان معروفا قديما ويستخدم في الحروب وغير ذلك لقذف اللهب والحجارة في هدم الحصون والقلاع وغير ذلك. فطبعا هم أشعلوا نارا عظيمة جدا فلا يستطيعون أن يقتربوا منها، وأرادوا أن يلقوا سيدنا إبراهيم فيها، فوضعوه من بعيد في هذا المنجنيق ليقذفوه في هذه النار. بالفعل عزموا وحكموا
وأوقدوا هذه النار ووضعوا سيدنا إبراهيم في المنجنيق ورموه في النار. هنالك قال سيدنا إبراهيم عليه السلام: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله يا شباب، هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة التي تكون سبب لدفع الضرر، وتكون سببا لكشف الغموم والهموم، وتكون سبب لحفظ الله عز وجل. وأوصيكم بتكرارها كثيرا عند الهم وعند الغم وعند الخوف من شيء، فهي تثبت القلب بإذن الله عز وجل. فقال سيدنا إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. هنالك لم يتركه الله عز وجل كما قلنا، فالله عز وجل لا يترك أولياءه ولا يترك من نصروه جل وعلا. فعرض، فجاءه سيدنا جبريل وهو في الهواء، فعرض سيدنا جبريل عليه وقال له: ألك حاجة؟ سيدنا جبريل جاء سيدنا إبراهيم وهو في الهواء بعدما قذفوه وقال له: ألك حاجة؟ قال سيدنا إبراهيم: خليل الرحمن وإمام الحنفاء والموحدين قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى. من شدة حسن توكل سيدنا إبراهيم على ربه واعتماده عليه وتفويضه الأمر لله عز وجل، لم يقل حتى لسيدنا جبريل على حاجته، وإنما طلبها من الله عز وجل، فجعلها الله بردا وسلاما عليه. عندما قال له سيدنا جبريل: ألك حاجة؟ قال له سيدنا إبراهيم: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى. فجعلها الله بردا وسلاما عليه، أي هذه النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم يقل سلاما لأذى إبراهيم بردها. سبحان الله يا شباب، الله عز وجل في الآية قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والله عز وجل هو الذي خلق هذه النار ويعلم خصائصها، وقادر على أن يسلبها هذه الخصيصة. بعض الناس يستغرب، أو بعض من لم يتعرف على الله حق المعرفة ولم يعرف قدرة الله عز وجل وقهره سبحانه، وأنه الخالق لكل شيء، ويستطيع أن يسلب هذه الخصائص مما خلقه أو من المخلوقات. فقال الله عز وجل للنار: كوني بردا وسلاما، لم يقل بردا فقط، فالبرد الشديد يؤذي الإنسان مثل الحرارة. لذلك في سورة الإنسان قال الله عز وجل في نعيم أهل الجنة لا، أو في الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الشمس الحرارة، والزمهرير البرد الشديد الذي يؤذي، فجعلها الله عز وجل لنبيه ووليه سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بردا وسلاما. وهنا نعلم أن عناية الله عز وجل بعباده وأوليائه لا تنفك عنهم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الأخسرين أي المغلوبين. من فوائد هذه الآيات إظهار آية من آيات الله تعالى، وهي إبطال مفعول النار. كما قلنا، الله عز وجل هو الذي خلق النار وأعطاها هذه الخاصية، الحرق وغير ذلك، والذي أعطى قادر على أن يمنع جل جلاله. ثانيا، أن من توكل على الله كفاه ونصره ونجاه. أن من توكل على الله كفاه ونصره ونجاه. وما أحوجنا يا شباب إلى هذه العقيدة وإلى هذا التوكل في مثل هذه الأيام. فالمؤمن يتوكل على الله عز وجل، ويعلم أن الله عز وجل كافيه وناصره ومنجيه من كل شيء يضر. فضل هذه الكلمة،
حسبي الله ونعم الوكيل، حيث كانت سببا في نجاة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكذلك تكون سببا في نجاة من بعده من المؤمنين، كما قال الله عز وجل في قصة سيدنا يونس عندما قال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعدها يا شباب الله عز وجل قال: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأوصيكم بكثرة ترداد هذه الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل مع التدبر في معانيها. فحسبي الله بمعنى كافيني الله عز وجل، يكفيني الله عز وجل كل ضرر، يكفيني الله عز وجل كل شر. ونعم الوكيل أي أن الله عز وجل نعم الوكيل جل جلاله وتقدست أسماؤه. إلى هنا أبناء الطلاب نصل إلى نهاية درس اليوم، والواجب المنزلي بمشيئة الله تعالى سيكون حل تقويم الكتاب صفحة 94، حل تقويم الكتاب صفحة 94. ولا أنسى أن أهنئكم وأبارك لكم وأبارك لنا قدوم شهر رمضان، شهر رمضان شهر القرآن، شهر الذكر، شهر الصيام، شهر القيام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأوصيكم بكثرة قراءة القرآن وكثرة ذكر الله عز وجل والدعاء وصلاة القيام، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.